الوصول للمطار المحلي. بعد الوصول من رحلتك الداخلية إلى المطار وبعد الخروج من الطائرة، ستجد الممر الرئيسي للبوابات الخاصة بالمطار من جانب الطائرات. إلى صالة المطار الداخلي عليك عزيزي الزائر التوجه إلى أماكن استلام أمتعتكم، وبعدها يكون الوصول إلى قاعة المطار. وهناك يوجد أماكن للتسوق وقضاء بعض الأوقات. ثم الخروج، وستجد السائق بانتظاركم عند البوابة لاستكمال رحلتكم وبرنامجكم السياحي. نتمنى لكم رحلة سعيدة برفقتنا.